يعاني أهالي محافظة السويداء من انتشار نفايات بين الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والأماكن العامة، الأمر الذي بات يهدد سلامة المواطنين في المدينة من جراء الإهمال الذي تمارسه الأجهزة المعنية التابعة للنظام وعدم قدرتها على تأمين آليات لنقل القمامة إلى مكان مخصص وإتلافها. صحيح نور، كاميرا تلفزيون سوريا جالت في شوارع وأسواق المدينة ورصدت الحالة المزرية التي وصلت إليها، والتقت أيضا بالعديد من المواطنين المتضررين من هذا الأمر، حيث أكد العديد منهم أن انتشار النفايات بهذا الشكل غير حضاري بين الناس، وهو خطر على أمن وسلامة المواطنين في ظل انتشار الأوبئة والأمراض. منظر يعني غير لائق وغير صحي، يعني امراض يمكن عم يحكوا عن الكورونا، يمكن المرض هون في امراض، عده امراض يمكن بدنا نتفوق على العالم بالامراض، بانتاج الامراض وبانتاج الاوبئه. مكان موجود في قمامه، يعني بقلب السوق، عندك محلات اسماني، عندك مطعم، محل فروش عندي هون صار بده يتسكر، ملاحم فوق موجوده، محل موجود سوق هون صار قطعت ارزاق العالم. والمشكله بالبلديه ما ملاقيه بديل، قال هاي غرفه زباله ما في بديل، غيرها ما في. يعني صارت مزبل كناكر موجوده هون بقلب السوق. يعني هي منطقه بتطل على الجسر مبينه، يعني كل العالم عم تشتكي منها، الناس ما عم تقدر تمرق من هون، من الريحه ومن الوضع الموجود. محافظه السويداء وضمن المدينه هون يا جماعه. اذا هذا الموضوع مش قادرين نعالجه، في عندنا مشكله حقيقيه. المشكلة الحقيقية عم تنتشر وتتوسع من خلال الأمراض اللي عم تصيب الناس، يعني اليوم مثل ما بتعرفوا أنتم في وباء كورونا. وهي اللي يعني بتشوفي في لحمة، في خضرة، في عدم مؤاخذة مصارين دجاج، في مصارين خروف، في الذباب هذا الأزرق نحن ما كنا نشوفه إلا كان يجي على الجيف. وهذا الذباب الأزرق هو ناقل للأمراض بشكل سريع. هون الحارة مثل ما أنتم شايفين حارة مكتظة بالسكان. هون مثل ما انتم شايفين عم يكبوا زباله، مش سوق الخضره، السوق كله عم يجي يكب هون. روائح شيء لا يطاق، ما ضل غير نوقف قبال بعضنا من وراء البلديه، نوقف قبال بعضنا مشان ما نخلي حدا يكب هون. حكينا كثير، طلعنا على المحافظه، المحافظه القديم، طلبات، معاريض على البلديه، تغير رئيس البلديه اللي بعده، كلمتهم الوحيده ما في بديل. إذا جسر الرئيس بنص المركز المديني زبالي، كيف نحن من نلاقي له البديل؟ ما في غير نتوظف معه ونشتغل معه. الوقوف معنا على هذا الموضوع حمزة المختار، وهو صحفي من السويداء معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ حمزة. مرحبا بك. يعني لو تضعنا أكثر في صورة الوضع بالسويداء، يعني لاحظنا بالتقرير أن الأهالي يشتكون ويتذمرون، ما هو الوضع لديكم؟ أول شيء مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام، عفوا للمشاهدين الكرام. طبعا مثل ما شاهدتي بالتقرير، انتشار القمامة والنفايات بين الأحياء السكنية، بين الأسواق العامة، بدون اي اكتراث من اي جهه. شفنا نحن رده فعل الاهالي انه هن راحوا اشتكوا وقدموا اللي عليهم، وكانت كان الرد يعني دائما يا اما سكر محلك، يا اما تصرفوا، يا اما ما بيردوا عليهم. فهذا حال يعني هاي الخدمه او هاي مثليها مثل اي باقي الخدمات بمحافظه السويداء، يعني اهمال بشكل. لكن احنا بظل يعني اوبئه او امراض، يعني لما البلديه بتقول انه روح سكر محلك، طيب الشوارع الواحد بيطلع من بيته في نفايات، كيف بده يطلع؟ كيف اولاده بده يطلعوا مثلا بالشارع؟ الدنيا شوب، ما في كهرباء. تمام. هلا بالتاكيد هذا الكلام نحن لا يعني ما حدا بيقدر يطلع من بيته ولا بيسكر بيته، في بيظل مثل ما تفضلتي هي الاوبئه والامراض. يعني الدنيا كلها عم تحارب كورونا وعم تحارب الاوبئه والامراض، والنظام السوري بيروح بيحط الامراض والاوبئه بنص الاسواق. يعني نحن لما بنحكي عن جسر الرئيس هو قلب وسنتر المدينه. يعني ف
موضوع مثل هذا يعني ما له حل في في طيب ما الأسباب يعني أستاذ حمزة؟ يعني البلديات ماذا تفعل البلديات؟ سمعنا قبل فترة بمناطق أخرى هناك إضراب من الأهالي عن الذهاب للدوام حتى في السويداء نفسها، يعني هل المشكلة هي السبب؟ لا 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 لا، المشكلة يعني ما حدا راح قدم شكوى للبلدية وكان الرد أو الجواب إنه ما في موظفين، لا موظفين البلدية عم بتداوم وما في أي شيء. الإشكال كان شو الاستجد إذا كان قبل ما كان فيه قمامة لهالدرجة؟ يعني إذا عم تقول عم يداوموا الموظفين، لكن ليش هيك القمامة متروكة بالشارع بهالدرجة؟ تمام، هلق الموضوع انه هي الحجه طبعا او الذريعه انه ما في اليات لنقل القمامة لاماكن مخصصه، يعني ما في محروقات. يعني انت بتعرفي في تجمعات للنفايات باي منطقه، في تجمعات بتكون بعيده عن السكان يتم احراقها، يتم اعاده التدوير اللي هي يعني الطريقه اللي هن بيشتغلوا فيها بالعادي، ولكن هون يعني ما في اليات. يعني شوفي هاي الحجه وكانه نحن عم نجيب الياتنا من اليابان او عم نجيب الياتنا من كوكب المريخ لننقل فيها النفايات، يعني هي اليات بسيطه، هي سيارات. ما والحجه الثانيه انه ما في مازوت للسيارات، بينما المازوت منتشر بالشوارع ب يعني بشكل حر او بشكل غازيات. الموضوع الاخر يعني واللي هو الاصح، على ما يبدو انه في شيء ممنهج، يعني في شيء ممنهج، في حاله حصار بجميع الاتجاهات. يعني المواطن لازم يخضع لذل بكافة المقاييس. يعني ما في ذل أكثر من أنه واحد يطلع من برا بيته ليشوف الزبالة ويشوف الأمراض ويشوف أولاده. طيب في جهود فردية حمزة ممكن من الأهالي يقوموا بها في حال البلدية ما شالت هاي القمامة؟ يعني إحنا بنعرف أنه إحنا في فصل صيف شوب، الأوبئة منتشرة، كورونا منتشرة، في أطفال بالحارات، هل ممكن تكون في جهود فردية من الأهالي؟ يعني هلق صديقي ممكن يكون في جهود فردية على مستوى مثلا بيت، على مستوى حارة، انه اوكي ممكن الاهالي تتعاون على شيء معين وتشيل هاي القمامة من الحارة، وارد جدا. اما على مستوى اسواق مثلا مثل سوق اللحم اللي كان معظم التصوير فيه، يعني هذا بيكون في تراكم للقمامة والنفايات بشكل كثير كبير، اكيد ما راح يقدروا الاهالي او مجموعه من اصحاب المحلات يتكفلوا بهذه المسؤوليه. واساسا ليش الاهالي تتكفل بهذه المسؤوليه؟ يعني ما في دوله اكيد بس يعني ما في دوله، ما في بلديه، البلديه سكروا، فاكيد انا ما عم اقول هي من مهمه الاهالي، لكن لما تكون الدوله غير مكترثه بصحه مواطنيها فيعني لا حول ولا قوه. هلق نحن انتبهنا لموضوع معين حكى احد المتحدثين اللي كانوا معنا بالتقرير، انه نحن ما راح نقف باقبال بعضنا مشان البلديه، يعني نحن ما راح نمنع الناس ونعمل مشاكل مع اصحاب اسواق ثاني مشان البلديه. هذه مهمه البلديه، يعني انه هذا الموضوع اذا بده يصير في منع بالاكراه او بالاجبار لحدا يجي مثلا يكب عند نفاياته عند اصحاب المحلات اللي كانوا عم يشتكوا، فاكيد راح يصير في يعني مشاكل بين الناس. وانا بعتقد انه يعني هذا موضوع يعني كثير بهم، كثير بيخدم النظام انه فعلا يصير في مشاكل بين الناس، لدرجه انه النظام بيستفيد من مشكله بين اخوه اثنين بالبيت، يعني بيلعب عليها وما عنده اي مشكله بهذا الموضوع. يعني بما انك تطرقت لهذا الموضوع سيد حمزه، ايضا قبل قليل قلت ان هناك شيء ممنهج، هل هناك مناطق اخرى غير السويداء تعاني من هذا الموضوع؟ تماما، انا يعني سبقتيني على هذا الكلام. هلق بالقرى وخاصه القرى البعيده بتحس انه لا، موضوع القمامة والنفايات يعني مقبول الامر، ولكن بالسويداء المديني حصرا، بالسويداء المديني هلق الامر معكوس. دائما بيكون باي بلد المحور والانظار دائما تتجه للمديني، يعني بيكون دائما القرى فيها الشيء اللي بيكون يعني اخف شوي جودته من المدينة، الا بمحافظة السويداء فهو العكس تماما. يعني القرى دائما والحدودية والبعيدة دائما هي توصل للخدمات بشكل افضل، بينما المدينة بشكل مقصود يعني لا توصل للخدمات. يعني حمزة يعني الكهرباء اليوم كنت بدي اقول لك انه ينعكس على امور اخرى ليس فقط القمامة. طبعا
طبعا بالتاكيد يعني الكهرباء اليوم بباقي القرى ممكن تجي 3 ساعات بثلاث ساعات، بالسويدة بتجي 5 بساعتين، والساعتين هدول تقطع فيهم 10 مرات. علما بانه السويدة مثلا فيها مناطق صناعيه، فيها مصانع، فيها يعني حتى لو مصانع صغيره ولكن تسمى مصانع بنهايه المطاف، وهي الكهرباء عم بتاثر بشكل كبير وعم بيعاني المواطن، وعم نخسر يعني اصحاب المشاريع واصحاب المحلات اللي بتستخدم الكهرباء بشكل مستمر، عم تخسر قطاع. طب واغضاب يعني هي محاولات اذا لاستفزاز الاهالي واغضابهم، ماذا تتوقع في حال استمرار الموضوع هكذا؟ القمامه بقيت في الشوارع، الكهرباء على حالها، كل شيء على حاله، هل تتوقع يعني تصعيد او يعني احتجاجات كما شهدنا سابقا في السويداء؟ تمام، هلا خليني اخبرك شيء، موضوع انه في شيء ممنهج بالتاكيد، يعني هذا موضوع لازم يكون في نسبه 90% منه. ليش؟ لان احنا اذا بدنا نسال السؤال التالي، انه ليش يا اخي انت ما عم تشيل النفايات؟ هذا الموضوع غير مرتبط لا بعقوبات اقتصاديه ولا بحصار دولي ولا بمؤامره كونيه، لا يوجد حجه، يعني ما انت ما في عندك ما عندك حجه انه انت ما تشيل النفايات من الشوارع. ليش ما عم تشيلها؟ معناته انت لك هدف غير موضوع، وغير موضوع انه انت تبرر، يعني انت ما عندك تبرير، انت في عندك هدف عم ينشغل عليه. هلا الشق الاخر من السؤال انه هو من الممكن انه يصير تصعيد، طبعا يعني الشارع يلتهب بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، يعني اليوم نحن صرنا نسمع الكلام بتكاسي الاجره، صرنا نسمعها بالسرقه، صرنا نسمعها بين الاهالي، وين ما عم نقعد عم نسمع انه الوضع وصل لمحل انه خلص لهون بكفي، يعني نحن ما عاد فينا نتحمل اكثر من هيك. اليوم المواطن السوري عم بيقبض، الموظف خلينا نعتبر عم يقبض 50,000 وعم يصرف مليون بالشهر، يعني هاي مفارقه ما صارت بمكان، موجوده بكل مدن سوريا في المناطق التي سيطر عليها النظام. على كل حال بتمنى انه تنحل هي المشكله. كنت معنا من السويداء عبر الهاتف حمزه المختار، شكرا. يعني نبقى في السويداء، حيث بعد قرار وزارة الصحة في حكومة النظام رفع أسعار الأدوية في محافظة السويداء، سادت حالة أو حالة من التخوف بين أهالي المحافظة من انقطاع الأدوية، الأمر الذي زاد من نقمة أهالي السويداء على النظام وقراراته. نتابع. تشهد محافظة السويداء سيئا كبيرا بعد القرار الذي أصدرته اللجنة العليا للدواء التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام برفع سعر الدواء بنسبة 30% على معظم الأصناف الدوائية، إذ عد أهالي المحافظة هذا القرار مقدمة لقطاع الأصناف بعد التصريح الذي أدلى به معاون وزير الصحة، الذي علل بأن قرار رفع سعر الدواء جاء منعا لقطاع الأصناف التي ارتفعت أسعارها والتي تقدر بنحو 1800 صنف دوائي. بالنسبة لسعر الدواء كثير غالي، ما عاد حدا خارج يأمن ولا شيء أبدا نهائيا، يعني من 15 لل 50، من 30 لل 60، هذا شيء مستحيل الإنسان يقدر يتحمل هذه الأعباء. ودخل المواطن ما نهائيا، أنا بدفع لنفرض 20 أو 30 ألف دواء وما بيقدر يطالع منهم لو أنه 5000 أو 10000 درهم، مين بده يجيب؟ ويرى أهالي المحافظة أن الهدف من رفع سعر الدواء هو مضاعفة الأرباح، ليس إلا لأن رفع الأسعار يجب أن يتم بعد إجازات الاستيراد، هذا إن كانت الحجة أن رفع السعر جاء تماشيا مع رفع سعر صرف الدولار، ولكن أن يتم رفع السعر على المواد المخزنة في المستودعات فهذا القرار لا يوجد له مبررات، ولا يستطيع المواطن تحمل جميع هذه الأعباء الاقتصادية. واحد عم ياخذ له 40 50 الف راتبه وما عم بكفيه اكل وشرب، كمان زياده فوق الدواء دواء، يعني اقل بيت بده 20 الف هسه حاليا او 30 الف دواء، يعني هاي راح نص راتبه، شو بده يشتري؟ منين بده يشتري المواد؟ نرجع مقول الله يكون بعوننا يعني وصبرنا، واكثر هيك ما بنقدر نحكي هذا الموجود. مراقبون أشاروا إلى أن عجز النظام وإدارته عن الوصول إلى حلول لإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي أدى إلى رفع سعر الدواء، وربما يكون هذا القرار هو خطوة لإعلان انقطاعه، مطالبين أهالي المحافظة بعدم تصديق الروايات والحجج التي تطلقها صفحات النظام بأن سبب ارتفاع الدواء هو الحصار، لأن العقوبات الاقتصادية لا تشمل الدواء والغذاء على حد قولهم. فاصل قصير ونكون مع آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع نور.